الشحانيه ومن هو الشحانيه ومن هو من هو من هو والعصا قوس والعصا في البطاق ما زالت تتسلل وتنطلق. الله 500 متر انطلقت من هو وايضا وصلت الدوحه وصلت الدوحه ومن هو والشحانيه الدوحه ومن هو والشحانيه ولكن من هو عادت 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 لتطحن المعركه مشاهدينا الاعزاء. من هو من هو من هو والشحانيه الشحانيه ومن هو الشحانيه عادت مره اخرى لتنتزع حقوقها المنهوبه. الشحانيه هي الاقرب للفوز من هو الشحانيه. يا سلام شوط ناري شوط ملتهب مشاهدينا الاعزاء ما بين الثنتين من هو الشحانيه 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 بالاسم العملاق باسم هذا الميدان مشاهدينا الاعزاء تنتزع هذا الشوط لتعيد حقوقها المنهوبه. سلام لسعاده الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفه الثاني على هذا الفوز المستحق والسلام الى الذهبي سالم بن فاران المركز الثاني. الله يأتي المشاقب ويتحدى ويشاقب أن ينتزع هذا الناموس. يتحرك السعدي لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني بدون أي أوامر ولكن الأوامر تصدر مشاهدينا الأفاضل. الله 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 باي باي لكل المشاركين. إذا مشاهدينا الأفاضل من هذه اللحظة ومن هذا المكان ومن 300 متر الأخيرة يحق لنا أن نهني سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني كما نهني محمد بن خالد العطية قائدا ومضمرا للسعدي. هذا هو السعدي من يأتي ويصل أيها الإخوة الأفاضل إلى 100 متر الأخيرة بأمان وسلام بأوامر طفيفة. تهانينا تهانينا والناموس على انتزاع السعدي بأول أشواط القعدان اللقاية ضمن أشواطنا المفتوحة. المركز الثاني مشاهدين الكرام يصل في المركز. هذه هي الشحنية المندفعة في هذا الشوط ولكن الظبي اللي غيرت واندفعت في هذه اللحظة بينما تواجد هوايل تترقب الموقف عن قرب في المركز الثالث مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي على ثالث المراكز ووجود السعدية على المركز الرابع. ولكن عودة إلى مقدمة الشوط عودة مع شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني اللي اندفع بالمراكز الستة الأولى في هذا الشوط. يا سلام الظبي على مقدمة الشوط غيرت واستعادت حقوقها المنهوبة في هذا الشوط لتعلن فوز هذا الشعار. يا سلام هواي القادمة هواي القادمة وهنا السعدية قادمة أيضا بالمركز الثالث يقودها محمد بن خالد العطية ولكن المقدمة والصدارة. تهانينا والناموس على فوز الظبي بالمركز الأول وفوز محمد بن خليفة الثاني 500 متر عن الناموس 500 متر عن الفوز 500 متر عن التتويج. يا سلام سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني نهنئ بالفوز والناموس في المرة الرابعة في هذا الصباح وهذا الفاز مع المضمر حمد بن علي بن حلفان المري. يا سلام مكلف قادم في هذه اللحظات ربما يكون الفوز من نصيبه في هذه اللحظات في اللحظات الأخيرة. لكن خلاص أتقدم بالتهاني والناموس لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني على فوز الباد وللمضمر حمد بن حلفان المري مكلف قادم في اللحظات الأخيرة لكن الناموس مع الباز. تهانينا له على هذا الإنجاز تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني على حصوله على الأربع مراكز. شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني برفقة الذهبي سالم بن فران المري عاشق الذهب يتواصل بانطلاقة هذا الشعار. يقدم لنا الغارية كما قدم لنا الشحانية في هذه الفترة الصباحية وأيضا الأسماء التي كانت تنافس
بالأشواط التي مضت. الغارية مع الصدارة، مع المقدمة، مع المركز الأول، ولكن الوجبة لديها رأي وكلام آخر بالانطلاق. إذا الثنتين جميعها مملوكة لسعادة الشيخ الغاقا بن حمد بن خليفة آل ثاني. نزف له الثانية، وأيضا نزف الثاني المضمر سالم بن فاران المري من قدم لنا هذا المستوى الممتاز ليقدم لنا هذه الجوزية المبكرة. الغارية هي صاحبة المركز الأول ثالث المراكز، الوجبة المركز الثالث، كان الوصول من قبل منصورة رابعا. وإلى القحيدي اللي ما زال يسيطر هذا القحيدي وهذا الاسم الممتاز وهذه السلالة القطرية الخالصة. ولكن يا سلوب، الله دير بالك الوهيبي وبن حلفان في معركة صباحية في هذا الشوط. الله الله الله، الصاعد والعملاق لسعادة الشيخ. الاثنين يضمرون، والشعارين لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. ولكن يا سلام، الله يا الحذر، حذرتكم من انطلاقة الحذر بهذا الأداء الممتاز. سلام لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. تهانينا على هذا الحذر الممتاز يا سلام. الله، الحذر ما في حيلة، ما شاء الله تبارك الله. تهانينا وناموس مالك الحذر سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. يا سلام، غارة من الجانب الآخر، الخطورة من غارة، الخوف من غارة، غارت غارة، تحركت غارة، انطلقت غارة على المركز الثاني لسعادة الشيخ القعقاع مع المضمر بالحلفان. يا سلام الله، المعركة طاحنة مشاهدينا الأعزاء، والموقف حساس ما بين الدوحة، ما بين الوجبة، وما بين غارة، وما بين الشحانية. يا سلام أيضا الدعم يصل لشعار بن فاران مع سعادة الشيخ القعقاع. شوفوا اللي قادمة، شوفوا الاستعانة بصديق مع الدوحة. يا سلام الله بالفعل الذهبي ينتزع هذا الشوط. ولكن الغارية ما شاء الله تبارك الله على هذا الدخول. الغارية فاجأتنا لتقلب الطاولة على بقية المشاركين. هذا الشوط القيادة مع القحيدي، ولكن السعدي من الجانب الأيمن، السعدي غير مجريات هذه الأمور، تعود ملكيته لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. القيادة مع محمد بن خالد العطية. الله، لم يحركون المضمرين ولم يعطون الأوامر حتى هذه اللحظات مشاهدين الأفاضل. يا سلام، الله، يتحرك القحيدي مشاهدين الكرام. القحيدي من الجانب الأدنى يتحرك ويتسلل إلى مقدمة هذا الشوط. الله، السعدي والقحيدي، القحيدي والسعدي لمن الناموس مشاهدين الكرام، الناموس لسعادة الشيخ القعقاع، ولكن لمن المضمرين. الله، هذا هو القحيدي مشاهدين الأفاضل، يحتل المركز الأول ويذهب القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، ومع المضمر سلطان بن محمد رهيب المركز. نعود وإياكم إلى قيادة هذا الشوط. الدوحة غيرت الدوحة مشاهدين الأفاضل واحتلت المركز الأول، الدوحة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وبقيادة سالم بن فاران المري. هنا في المركز الثاني منوة، لم يتصدر الأوامر من المضمرين مشاهدين الكرام، لا زالت الأمور تلقائية ولا زالت العروض تلقائية. الله يا الدوحة مشاهدين الكرام، ما شاء الله تبارك الله، باي باي لكل المشاركات. الله
الله. هذه الدوحة مشاهدينا الأفاضل، تهانينا والناموس لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، كما نهني سالم بن فاران المري قائدا للدوحة حتى خط النهاية. تهانينا والناموس المركز الثاني وصلت منه لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني المركز الثالث. على مقدمة الشوط ينطلق الوعب، هناك المركز الثالث، هناك الوهيبي، هناك الوهيبي مع الريان، الريان الريان الريان، أسماء عملاقة، أسماء عملاقة، هنا سالم بن فران، هنا محمد بن خالد العطية، هنا سلطان الوهيبي، يا سلام. ولكن القيادة مع الوعب، يقوده سالم بن فران، وهنا التحرك، الريان الريان الريان، اخترق الأمور واخترق المراكز وانطلق في هذه اللحظة، انطلق في هذه اللحظة مع المضمر السلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، انطلق الريان في هذه اللحظة بهذا الشعار العملاق، شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني مع سلطان الوهيبي. ولكن المركز الثاني يتواجد وينطلق الوعب. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني على فوز الريان بالمركز الأول. ملاحقة مع شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني الناخذ الثالثة، وهي سعدية أيضا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني محمد بن خالد العطية. لكن إلى من وهنا نتجه؟ إلى من وهنا نسير؟ إلى من وهنا نعلق في هذه اللحظات حاملة شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني؟ الدوحة مع الروحة واللحظات الأخيرة، الدوحة قادمة، الدوحة قادمة، الدوحة انطلقت، الدوحة انطلقت إلى مقدمة هذا الشوط وتنتزع المركز الأول لكي تهدي الناموس إلى سالم بن فران المري المضمر. يا سلام يا سلام يا سلام، فاللحظات الأخيرة تتغير الأمور، تتغير الأسماء، الدوحة. تهانينا تهانينا من الأعماق لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، لحظة الوصول، لحظة الوصول مع الدوحة. في المركز الثاني منوة لسعادة الشيخ أيضا القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، وفي المركز الثالث وفي المركز بدأت في هذه اللحظات ما بين صراع المضمري مع الأربع أسماء، الله ظبيان والرامي وصوغان والقحيدي، معركة رباعية ما بين الأسماء، أشبه ما تكون بداحسي والغبراء. ظبيان سرح، ظبيان انطلق، صوغان بالملاحقة، ظبيان ظبيان ظبيان. مشاهدين الكرام، شاغب المشاغب في هذه اللحظات وأثبت وجوده في هذه اللحظات، إن لم يكن رأيي لصوغان، صوغان وظبيان كلهن لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. لكن خلاص خلاص، هذا الشوط بنصيبك يا العطية، بنصيبك يا العطية، مع الشعار العنابي، شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. مشاهدين الكرام، تهانينا والناموس لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، وللعالم محمد بن خالد العطية، تهانينا يستاهل. يا سلام، أبحرت في هذه اللحظة وانطلقت. ولكن هنا سالم بن فران ينطلق مع الوجبة، ينطلق مع الدوحة في المركز الثاني والثالث، ولكن زعزعة بن بريك يقول زعزعة هنا 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 هنا، لوحة الأربعمائة متر الأخيرة عن خط النهاية. يا سلام، تهانينا من هذه اللحظة، أزفها لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني على فوز زعزعة بالمركز الأول وحصولها على الناموس، حصولها على الناموس. هنا حمد بن علي بن حلفان المري، يلا يا بن حلفان، أهنيك الناموس، فوزي زعزعة، انتصاري زعزعة، تهانينا والناموس. هذه زعزعة لحظة وصولها إلى خط النهاية، تهانينا والناموس. المركز الثاني مع
من القادم؟ أتى فراع، أتى فراع، جابر بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك، ولكن شاهين ما زال صامت. الله يا فراع، أتى الانطلاق من فراع، وقت الفراع انطلق، انطلق فراع بانطلاقاته الجميلة ليطلق هنالك الفراغ المخزون بداخله مع أول المراكز. شعار بن دلموك يصفر بهذا الشوط وينطلق مع الصدارة مع المقدمة، جابر بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك المري مع أول المراكز، يضع ما بين وما بين بقية المراكز مسافة كبيرة، مسافة فائقة في هذا التواصل الجميل. لم نعلم بوجود هذا الاسم وهذا الشعار إلا في الكيلومتر الأخير عندما ما جاءنا وانطلق إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس. تبركات لمالك فراع جابر بن فرج بن دلموك المري ثاني المراكز شاهين. مع المركز الأول من ومع الصدارة، وهنالك المنازع من السعدية وأيضا مزنة، والوصول من قبل هنالك من وصلت السمحة المملوكة سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد آل ثاني محمد بن برقاب بن مقارح بعملية التضمير. ولكن أعود إلى منوة، منوة مع الصدارة، منوة مع المركز الأول، وما زالت تنطلق بانطلاق ذاتي دون أي توامر. العصا قوس مثل قوس الرباب، يا سلام يا سلام يا سلام، منوة مع المركز الأول، ما زالت هنالك مزون وأيضا السعدية، السعدية ومزون بحوار لانتزاع أول المراكز، ولكن منوة ما زالت تنطلق على الجهاز اللاسلكي بالأوامر الصوتية دون أي أوامر ذاتية. يا سلام، إذا تالي التبركات لسعادة الشيخ الغقاء بن حمد بن خليفة الثاني على حصول منوة على المركز الأول وحصول السعدية على المركز. أخرى 500 متر ولكن انطلقت خويتها في العزبة جاية، أيضا صديقتها في العزبة جاية اللي سعادة شيخ القعقاع وتحمل اسم الوجبة اللي على المركز الثاني، ولكن يا سلام يا سلام، الله الله الله، مع هذا المضمر الصاعد من صعد إلى أعلى مراتب التضمير الممتاز. يا سلام يا سلام يا الصاعد، يقدم الدوحة والوجبة في شوط ما قبل الختام ليبدع ويتميز مع هذا الشعار، شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني مالك السبق والأصايل. يا سلام يا سلام يا سلام، الله مشكور. باسم الجمهور أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لحمد بن حلفان على ما قدم في هذا اليوم وفي يوم أمس. تهانينا والناموس، تهانينا والناموس لسعادة الشيخ القعقاع على فوز الوجبة وعلى فوز الدوحة بالمركزين الأول والثاني، والتهاني أيضا لحمد بن حلفان. الله، ولكن 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 خلونا مع مقدمة الشوط، منصورة منصورة والسعدية ومنصورة وأيضا المضمرين ما حركوا حتى هذه اللحظات، الكل ينتظر الآخر، الكل يراقب الآخر. الله، حذر حذر واضح من المضمرين من المشاغب ومن أيضا العملاق. الله، الاقتناص، الكل يتمنى اقتناص نقطة هذا الشوط ليظفر وأيضا يزيد النقاط. الله، السعدية ومنصورة وهوايل، هوايل والسعدية ومنصورة اللحظات الأخيرة، ولكن انطلقت منصورة، انطلقت منصورة والسعدية، منصورة والسعدية لأيضا تشتعل منافسة الشوط 100 متر أخيرة، ومنصورة منصورة تحرك خطير من السعدية، منصورة والسعدية، منصورة 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 تنتزع ناموس الشوط. تهانينا والناموس لسعادة شيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وللمضمر سلطان الوهيبي المركز الثاني السعدية. We'll be right back.